الدنيا عارف أنا عايش فيها ليه، هدفي واضح والدنيا هي طريقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بالدعاء. ذكرى المولد النبوي الشريف مش مجرد يوم احنا كده خدنا اجازه، كان حلاوه المولد سمعنا شويه انشاد في التلفزيون ولا مديح وخلاص، لا، مولد النبي عليه الصلاه والسلام غير البشريه والكون كله، فما ينفعش يبقى مجرد يوم يعدي وخلاص، لازم نستغل فرصة ذكرى مولده ونعيش مع سنته ونتعلم من أخلاقه اللي بصراحة إحنا في أمس الحاجة إليها. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة تمشي على الأرض. النهاردة هنوقف مع جانب من رحمته، هنبدأ بالأطفال وبرحب بضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب ويحفظك ويكرمك ويسترك، وكل سنة وحضرتك طيبة والسادة المشاهدين بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبذكرى أصلا حلول شهر ربيع الأنور، لأن احنا لا نحتفي بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم معين، بل الأصل نحن نحتفي بوجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم وببعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لولاه ما كنا ورحمنا به عليه الصلاة والسلام، فنحن نحتفي برسول الله في كل يوم. لكن احنا بنقول ربيع الأنور، سواء ربيع أول وربيع تاني، بنحاول بقدر الإمكان لحنا نبدأ نذكر الناس برحمة النبي عليه الصلاة والسلام، بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللي احنا افتقدناها للأسف الشديد. وزي ما حضرتك قلتي ان احنا مش بنحتفي بميلاد النبي بشوية أناشيد وبنسمعهم بس كده، كل ده فرح برسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن الفرح الأكبر اللي احنا نتبع النبي، نتبع النبي في حياتنا، نتبع النبي في أحوال في بيوتنا، نتبع النبي وإحنا في الشارع، نتبع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مع أطفالنا. إزاي النبي كان رحيما عليه الصلاة والسلام، وحق له الفخار أن قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا رحمة. فكل سنة وحضرتك طيبة يا رب. كل سنة وانت طيب يا شيخ أحمد، وربنا يرزقنا شفاعة النبي كده ويدخلنا كده في رحمة الله. طيب تعالى ندعي بقى كده في أول الحلقة، يا رب دخلني أنا وولادي وإخواتي وولاد إخواتي والشيخ أحمد وولاده وكل الناس وولادهم يا رب. اللهم أدخلنا دائرة الألطاف وأمننا من كل ما نخاف، اللهم أدخلنا حسن تحسين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أكبر خاطرنا يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا من حيث لا نعلم ولا نحتسب، واكتب لنا الفردوس الأعلى ورضاك والجنة يا رب والعمرة والحج يا رب، واغفر لنا وخرجنا من الدنيا على خير، واسترنا واستر ولادنا وكرمهم واكتب لهم الفردوس الاعلى، واديهم الصحبه الصالحه ونجيهم ونجحهم، وابعد عنهم اصدقاء السوء يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله، خرجنا من الدنيا على خير يا رب، ورزقنا شفاعه النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب، تقبل يا رب. كل سنه وانت طيب يا شيخ احمد. كل سنه وحضرتك طيبه طيبين. وعاوز بس اسالك سؤال قبل كل، يعني قبل ما نبدا، عملت ايه امبارح واول وبتاع في بالنسبه بقى النبي صلى الله عليه وسلم في المولد؟ انا عملت، اكلنا حلاوه رحنا انشاد مع سيف ابني واصحابه، واكيد سبحت كتير جدا جدا صلوات على النبي، مسكت السبحه يعني مش هقول اعداد اللي عملتها الحمد لله، ودعيت عملت صدقه كان يعني علماء. بس انا بقى نويت كمان اني الشهر كله هعمل حاجات، يعني مش بس ان هو يوم وخلص، لا، قلت بالعكس يعني الواحد روحانياته عليت كده يفضل بقى معلي الفتره دي الروحانيات، واهم حاجه الصلاه كتير على النبي. طب هنشرك الناس ونشرك البرنامج ايضا مع الروحانيات دي، اللي احنا كل يوم هنبدا نشوف جانب من جوانب رحمه سيدنا النبي واخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع كل الفئات وكل المجتمع،
حتى مع الحيوان هنتكلم عشان نبدأ نشوف احنا فعلا متبعين للنبي عليه الصلاة والسلام ولا احنا بعدين كل البعد. احنا محتاجين اللي احنا نقرب قوي لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انا شخصيا عملت وانا بحتفي بالنبي عليه الصلاة والسلام، احتفيت بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن انا قعدت مع اسرتي ومع الاولاد وبدأت اتكلم لهم ازاي اخلي الاولاد يحبوا النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ازاي اخلي الاولاد يحبوا النبي؟ هل هو النبي بحلاوة المولد وما شاء الله وفرحانين بقى؟ طب هو مين النبي عليه الصلاة والسلام؟ كنت كتبت بوست امبارح كده فبقول ممكن تقول لي آخر كتاب قرأته عن النبي صلى الله عليه وسلم إمتى؟ و يعني آخر كتاب كان إيه وإمتى؟ لما ما بشوفش الناس بتعلق كثير فأعرف إن الناس إيه؟ محروجة. اللي هو يقول لك إيه؟ يا كسفتي يا خجلي، ده أنا فعلا مثلا حد يقول إيه؟ يقول لي آخر كتاب قريته اللي درسته في الأزهر الشريف. وبالمناسبة احنا بندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الأزهر الشريف أولى إعدادي وتانية إعدادي وتالتة إعدادي، يعني آخر عهد بالنبي دي اللي هو كان في أولى وتانية وتالتة إعدادي. فدي مشكلة، مشكلة كبيرة جدا اللي احنا ندعي حب الرسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا لا أشك في هذا الحب، لكن في النهاية احنا ما بنعرفش حاجة عن اللي احنا بنحبه سيدنا النبي. فقلت أنا هعمل حاجة كده مع الأسرة، فهك أتكلم في إيه؟ فاتكلمنا إن سيدنا النبي، عشان كده كنا بنخصص الحلقة دي عن الأطفال، فقلت لا أنا هتكلم أيضا مع الناس إزاي النبي كان رحيما بالأطفال وكان بيدلع الأطفال وكان حنين قوي صلى الله عليه وآله وسلم. وهحكي موقف لإني أنا عاوز أنتقل سريعا لمشكلة موجودة دلوقتي ونشوف هو ده إحنا مع النبي ولا لا. فعشان الأطفال يحبوا النبي فشوف النبي كان بيحب الأطفال إزاي عليه الصلاة والسلام. في واحدة اسمها أم خالد بنت سعيد بن العاص، فكان النبي عليه الصلاة والسلام جاله هدوم كده خميصة سوداء، فسيدنا النبي قال نلبسها لمين؟ يا ترى بقى نلبسها لمين؟ بيقول اللي حواليه. فراح النبي قال أنا عاوز أم خالد دي هاتوها لي، بنت صغيرة. وكان النبي بيكني دايما، يعني كان النبي إما يصغر مثلا للتحبيب زي سيدنا أنس يقول يا أنيس، أو يقول لها يا أم فلان وهي بنت صغيرة. فقال هات أم خالد البنت الصغنطوطة دي عشان النبي هيلبسها عليه الصلاة والسلام. فأتي بها وهي محمولة، فأهو يا رسول الله. فالنبي راح ملبسها بإيده صلى الله عليه وسلم. وبعدين النبي راح قايل إيه؟ سنة سنة. يعني إيه سنة سنة؟ دي باللغة الحبشية اللي هو حسنة حسنة، ما شاء الله، يا جميل، يا خراشي، الله أكبر، يا أختي قميلة، عارفة اللغة دي. فبدأ النبي يقول اللغة دي صلى الله عليه وآله وسلم، بيتنزل كده عليه الصلاة والسلام مع الأطفال ويبدأ يقول لها يا جميل ما شاء الله، إيه الجمال ده، إيه الحلاوة دي. شوفي ده النبي هو رسول الله مش مكشر، مش بيعمل ويقول لها آه كويس كويس حلو يلا مبروك عليك، لا لا لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام بيدلعها. طب وليه بيقول سنة سنة؟ ما قالش حسنة حسنة يا أختي، ليه بيقول سنة؟ لأن هي كانت مع أهلها في الحبشة، فبدأ النبي يدلع بلغة أهل الحبشة، واخد بال حضرتك؟ وبعدين لما لبست ولاقي الجميلة كده، احنا دايما نقول ايه في العادات بتاعتنا؟ يقول لي ما شاء الله، يقول لك ايه مثلا، تدوبيها في عرق العافية، صح كده؟ احنا دايما نقول كده. النبي قال نفس الكلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال البسي وأخلقي، قبلي وأخلقي، قبلي ثم قبلي وأخلقي. يعني ايه؟ يعني يا رب تدوبيها وتعيشي كتير وتلبسي تاني وتعيشي وتعيشي. يقول الراوي فقعدت شايف أم خالد دي حتى عمرت، ما شاء الله، عمرت بدعوة مين؟ بدعوة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد ايه؟ اللي النبي ازاي كان يداعب عليه الصلاة والسلام، هو رسول الله. يعني يا جماعة ده النبي صلى الله عليه وسلم من اللي جاله واحد عليه الصلاة والسلام بيقول له أنا لي 10 من الولد ما قبل، لما شاف النبي بيقبل سيدنا الحسن والحسين بيقول له أتقبلون صبيانكم؟ فقال له طبعا، يعني قال له ده ليه 10 ما قبلتش واحد منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، لا يرحم. صح. نعم. الرحمة دي أهم حاجة. نعم. معانا مين؟ نرمين، أهلا وسهلا. أهلا بيك. أهلا حبيبتي، تفضلي. أنا دلوقتي عندي مشكلتين كنت عايزة أعرضهم على الشيخ كده ويديني حل فيهم. تفضلي يا فندم. أنا دلوقتي متجوزة وعندي عيلين، فجوزي حفظ بس الصوت معلش، فجوزي دلوقتي هو لي أخ، الأخ ده متجوز أختي. تمام. فدلوقتي احنا كنا هم قعدوا يعني بتاع قرب السنة كده
او اقل من سنه كام شهر كانت حياتهم تمام. ابتدينا ان احنا نعرف ان هي تعرف يعني عن طريق ان هي كانت عن طريق الموبايل ان هو على علاقات ببنات يعني. كان معاه في مجال الشغل اللي معاه بس اقل منه تمام. وكان على علاقه كمان بواحده متجوزه. اللي متجوزه دي كان هو يعرفها من قبل كمان ما يتخطب لاختي. فكان حاصل زي مشكله كده وهم مخطوبين وبسبب الموضوع ده. وبعد كده اتفضل الدنيا اتفضت يعني وقلنا خلاص ايه ده مش هيعمل كده والكلام من ده كويس. تمام. بس اهلي ما كانوش على علم بالموضوع ده بس. فالمهم خلاص اتجوزوا وربنا رزقهم بطفل. فالمهم مع الاحداث كده بعد ما هي ولدته بدا ان هو يرجع بقى يكلمها ثاني. وبدا يكلم هو شغال في شركه ملابس موظف. ففي عمال من هم عاملات اللي هم بيبقوا في المصنع تحت. فبدا ان هو يعرف اثنين وبدا يتواصل معاهم تليفونيا بس. هذا رجل سيء الخلق اصلا يعني الطريقه دي فرجل سيء الخلق بالظبط. بالعكس كمان هو حصل معاه اعداد مننا كتير كتير. بس بابا كان في الفتره اللي هو كنا عاملين معاه اعداد كان هو تعبان صحيا. فكنا احنا ممتنعين في ان احنا نقول له اي حاجه من دي بتحصل. خوفنا عليه ان هو ياثر عليه بالسلب يعني. عشان كان عنده بلاطات وحاجات من دي كان تعبان. فالمهم عملنا معاه اعداد كتير اكتر بدل القعده اثنين وثلاثه واربعه. وكان جوزي اتدخل بس جوزي كان واقف بصراحه بيرضي الله معانا جدا ومع اختي جدا لدرجه ان هم كان اهله شايفين ان هو متغير او مش واقف في صف اخوه. فكان يقول لهم انا يعني انا واقف مع الحق فيه. فالمهم عملنا اعداد وهو التزم بالمفروض ان هو كان يلتزم بان هو مش هيرجع تاني عن الموضوع اللي هو بيعمله ده. بس عدى الشهور والتاني ما بين فتره والتانيه طبعا انا اختي عندها ما عندهاش ثقه فيه بسبب اللي هو مر بيها اللي هي مرت بيه. فكل ما مره ما تيجي يعني كل مره تلاقي مكالمات وحاجات وبتعديها يعني. هي مش عايزه هي شايفه ان هي كده مش عايزه تخرب بيتها بايديها. طب انا بس عاوز اسال سؤال يعني هي لما قالت الكلام ده او شافت المحادثات دي المكالمات هي او المحادثات هي عباره عن كلام فقط ولا ممكن الموضوع كان متطور اكتر من كده؟ لا هي مكالمات هي كانت هي طبعا هي مش على علم باللي كان بيحصل ايه لان هي كانت عباره عن مكالمه بس. يعني معلش انا اسف يعني الراجل كده باللغه العاميه بتاع ده راجل بق كده وخلاص بيتكلم وخلاص بالظبط. بالظبط كده بالظبط. فالموضوع هو بدا بقى يعني كل مره من بعد الاعداد دي هو كل مره بقى بياخد حذره اكتر من الاول. الاول مثلا لو كان يتقفش على طول لا هو بقى كل مره بقى بيبقى غير الاول. فبقى بياخد حذره اكتر من الاول. فالحاجه بقت معاه بتاخد مده اطول ما بيتقفش فيها من الاخر زي الاول يعني. الايه؟ تمام. بياخد حذره يعني فما بتعرفش بسهوله. طب قولي لنا وفي النهايه حصل ايه بقى؟ ما فيش في النهايه. المهم هو الدنيا هدت بينهم شويه. انا في برنامج كده عن طريق الموبايل انا بعرف ان انا اجيب بيه بدخل بس بيبقى كود كده وباخد رقم الشخص ده. فالمهم انا خدت رقمه وبجيب الكود ده من عن طريق موبايله. انا خليت اختي هي اللي تجيب لي الرقم ده وقلت لها انا هشوف هو بيعمل مكالمات ولا لا. فالمهم انا فعلا وصلت هو يوميا بيعمل مكالمات. الايام اللي ما بيعملش فيها مكالمات هي بس الوقت اللي بيبقى قاعد فيه اجازه في البيت. فاختي لما بتسالني هو بيعمل ولا لا شفتي حاجه ولا لا انا ما برضاش اقول لها ان انا شفت حاجه. يعني انا خايفه ان انا الحاجه تبوظ عن طريق انا. فالمهم انا بمتنع في ان انا بقول لها الحاجه دي عشان هي من نوع اساسا. والله انا شايف ان انت تمتنع عن المراقبه دي كمان انا عارفه ان هي حرام. طب انت ماشي انت استفدتي ايه لما راقبتي؟ قلتي لجوزك؟ انا بصي انا بصراحه انا عارفه ان هي ممكن تبقى حرام. ايه؟ لا انت عملتي كده بهدف ايه؟ طب انت خلاص عرفتي مثلا هو بيكلم ومش راضيه قلتي لجوزك؟ عشان انا مش راضيه ان هو يبقى داخل في وسطينا. يبقى انا اهلي قايمين معاه ومع يعني الصراحه يعني هم قايمين معايا ومع جوزي ومع جوز اختي كمان قايمين معاه مش مقصرين في اي حاجه. هو لا مش لا 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 قصدي انت بعد لما عرفتي الحقيقه دي قلتي لزوجك ولا لا اللي هو اخوه يعني؟ قلت عمل ايه اخوه؟ انا هو شايف ان انا عايزني ان انا اروح اقول لبابا
شايف ان انا عايزه اروح اقعد مع بابا وماما. ايوه بس انت بتقولي بابا تعبان مريض ما يستحملش ده. هو كان في الفتره الاولانيه ان هو كان حصل فيها اعداد وكده كان بابا تعبان، بس ربنا الحمد لله شفاه، فهو حاليا صحيا احسن من الفتره ماشي. انت صراحه المفروض انت كده توترتي واختك اتوترت، والصح راي جوزك ان انت تروحي تقولي لباباكي ومامتك بقى، والموضوع يبقى عندهم. يعني هو المفروض فين ان انا اروح اقعد معاهم وان انا اقول لهم؟ لا انت مالكيش، لا 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 لا، انت طلعي نفسك الموضوع خالص تماما. هو المفروض اختك هي اللي تروح تتكلم وتقول له باباها، يعني بابا انا حصل 1 2 3 4 واحنا عملنا معاه 1 2 3 4 وبقى لنا كام فتره، لكن هو مازال كذا كذا، وانا محتاجه اللي انت حضرتك تكلمه واخوه كلمه، فانت لابد ان تتدخل واحنا ما رضيناش نقول لك. يعني عشان انا معنى كده انت مالكيش علاقه بقى، يعني انت تطلعي نفسك من الموضوع ده، لكن الا لو باباها انت تعملي حاجه واحده بس، انت ترفضي. أيوة أنا معنى كده ان الشخص إن أنا ده يدخل بيتك مثلا. نعم انا كده المفروض اعرف اختي ان في 1 2 3 لا 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 ما تقوليش حاجه، لا لا جوزك لا بقى ممكن جوزها بناء على ايه؟ بص يا شيخ احمد، جوزها ممكن هو يعني من الاخر اكتب. بص يا نرمين، بص يا نرمين، انت مثلا قلتي لجوزك، باباكي بقى هيبقى مثلا عايز يسالك او يسال جوزك. وانا خايف عليك يا نرمين، بس ان زوجك يخاف منك. لا هو بص، هو حضرتك مش متخيل، هو يعني هو عايز، هو نفسه عايز اخوه من الاخر ان هو يظبط حاله. طبعا الله اعلم يروح يكلمه بقى. بصي يروح يكلمه، هو غلب معاه، هو حضرتك مش متخيل يذكره. هو حصل معاه كده. انا هقول لحضرتك، هقول لحضرتك، انا لما يكون واحد عاصي قدامي وعمل كبيره من الكبائر او كبائر متعدده، واحنا كلنا هذا الرجل بالمناسبه، يعني اسال الله ان يتوب علينا وان يسترنا، فانا بروح اكلمه مره واثنين وثلاثه وعشره وعشرين، لكن انا ماليش حكم عليه. الامر في الاخر ده هيرجع الى اختك، هي اللي تقول انا عاوز اكمل مع الشخص ده بالطريقه دي ولا ما اكملش. انت ما تتدخليش، واخوه في الاخر هو، انما هو ناصح، اديله النصيحه. هو مش يعني هو معلش، هو ليس له حكم عليه ان هو يحكمه ويقول له انت هتعمل كده وما تعملش كده، وفي النهايه الثاني عاقل وبالغ. يعني ومكلف. انت يعني نرمين موتره نفسك بالزياده جوه حياه اختك. هي تعمل ايه بقى؟ انا زعلانه ان بيحصل في اختي كده، وزعلانه ان بيحصل في اهلي كده. على فكره انا بس عاوز اقول لك، يعني هو مش اختك بس، يعني هتلاقي ناس كتيره بالطريقه دي الا رحم ربي. لكن انت تعملي ايه بقى؟ تقولي لجوزك والله الشخص ده غير مؤتمن، فاعمل ايه؟ فما يدخلش عندي بيتي، لان ممكن ينظر الي نظره كده وانا اخاف. فخلاص ده اللي تقدري تعمليه، لكن ايه اللي انت شفتيه وتجسسته كل ده لا يجوز طبعا. لكن تقولي لاختك بقى والله روحي قولي لبابا، يعني دخلي بابا بقى في الموضوع ده ويبقى لها كبير، وفي الاخر القرار هيكون لاختك مش ليكي ولا لاخوه، لكن اخوه ما عليه الا النصيحه وان هو يذكره بالله وان في موت. لان خلي بالك انا بس، ليس منا كلام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام من خبب امراه على زوجها، تاني ليس من خبب. يعني ايه خبب؟ افسد العلاقه بين الست وجوزها. واخده بال حضرتك؟ اما يكون في قضيه اصلاح نقول والله لا او استحملي، ومش احنا بنحاول احنا نصلح، مش ماليش اكتر من كده، انا ببعد ماليش علاقه. لكن هو دلوقتي بيعمل ايه؟ ان هو بيخليها تتعلق بيه هو عشان تسيب زوجها، ويقول لك اصل ما قلتلهاش اتطلقش، ما التقوى بتنزل في الوقت ده، انا ما قلتلهاش اتطلقي. لا انت قلت لها اتطلقي بلسان الحال، بافعالك القذره دي انت قلت لها اتطلقي. فسيدنا النبي يقول ليس منا من خبب امراه عن زوجها، وتقول له كده كلمه واحده، ان خلي بالك انت عمال بقى وخذوا حذركم، ربنا قال وخذوا حذركم بس بيستخدمها في شق تاني مختلف تماما، ان انت في لحظه من اللحظات هتموت، وممكن تموت وانت على هذا الحال، فهتقول له ربنا ايه؟ نرمين وانت جوزك اخباره ايه نرمين؟ انا جوزي ربنا يبارك له فيك بصراحه. والله انا خايف بس عليك يا نرمين. طب بقول لك ايه، لا والله، لا والله، طب يعني قضيه المراقبه دي يعني اللي عاطيني حته، اللي انا كمان حته البرنامج اللي اجيبه من الموبايل واعمله، هو جوزي هو اللي قايل لي عليه. يعني هو بيوصل لي، انا بلاقيه بيوصل لي كل الوسائل اللي هو اللي انا ممكن اراقب بيها الشخص اللي قدامي ده، لمجرد ان هو يعني عايز يعرف اخوه هو بيعمل ايه. لا انت ما تعمليش كده، ولا هو ليه الحق ان هو يعرف كده. الامر في النهايه واقف عند اختك، اختك هي اللي تقول والله انا محتاجه اكمل او ما اكملش. بس يعني انا المفروض ان انا دلوقتي ما اتكلمش ولا تتكلمي، ومسح البرنامج ده لله، البرنامج ده احذفيه خالص وما تتدخليش في المساله دي، وسلي ربك الهدايه والتوبه يعني ان شاء الله، وادعوا له بقى ربنا يهديه. اتفضلي يا فندم. بندعي له والله. نفس ذات الشخص ده اللي هو جوزتي، هو شغال في مصنع من الهدوم، تمام؟ هو هناك في المصنع بينتجوا زي ملابس وبيصدروها لبره، المصنع بتاعهم، تمام؟
هو انا بلاقيه بيجيب يعني احنا في مره كده خدنا بالنا ان هو بيجيب هدوم من هناك يعني مره قطعه مره اتنين. فاحنا لما سالنا يعني انا ماما حتى اتدخلت في الموضوع ده كلنا، ولما اتدخلنا بدانا ان احنا قلنا طب احنا هم على علم باللي انت بتاخده، طب انت بتدفع ثمن حقه يعني اللي هي الاسئله اللي هي الطبيعيه مجرد ان انت جايب حاجه. هو بيقول ان هي هناك لا انا بخلص مثلا ورايا شغل، فالفاحص لما بيلاقيني ان انا بخلص الشغل ده فهو بيديها لي كنوع من الكادو. طب جميل، طب هي لو الحاجه دي حاجه واحده هل من الطبيعي ان انا اجيب من الحاجه الواحده مجموعه؟ هل من الطبيعي ان انا احنا بدينا نلاقي انتوا شاكين فيه يعني شاكين فيه ايه؟ شاكين فيه في اسكندريه، احنا من اسكندريه شاكين شاكين. انتوا عندكم شك ان هو شكين. ممكن بياخد الحاجه دي بيسرقها يعني؟ مش موضوع احنا مش موضوع شاكين سرقه، احنا عايزين نعرف مصدرها ايه. فاحنا نصحناه، بل بالعكس احنا كلنا نصحناه. يا نرمين انت تعبه نفسك خالص والله. هو بيسرق، هو متنايل على عينه خلاص، دي حاجه ترجع له هو. انا شاكه في ده، مش عارفه مصدرها، ما تاخديش. المؤمن وقاف عند الشبهات كما قال النبي، خلاص انتهينا. المؤمن وقاف عند الشبهات، هو بقى مصدرها ايه؟ انت مش حكم، انت ما تحكميش، لكن تقوليه كده وخلاص، انت مالكيش علاقه بيه. لكن اخوه يقول له يا ابني خلي بالك، اتقي الله، اوعى يكون ده حرام، انت بتدخل على نفسك اموال حرام، وبعدين خلي بالك الحرام ده تلاقي نار في بطنك كده يوم القيامه، هتصطلي في نار جهنم والعياذ بالله، فانتبه للمساله دي. طب يا حبيبي خد، انا اقول لك شكرا، انا معايا فلوس واقدر اشتري، وانتهينا المساله دي. لكن ما تبقيش انت كده على طول، انا شايفك انت بقيتي حكم، انا عاوز اعرف هو مظلم. مش من حقك دي، مش من حقك خالص يعني، صح ولا لا؟ يعني هي بس نرمين انا عايزه اقول لها يعني بالراحه على نفسك، انت صعبانه عليا ان انت شايله هم كل الموضوع ده، اختك وحياه اختك وجوز اختك وتفاصيل. هي بتاخد من طاقتها على فكره، اللي طاقتك راحت، اللي مش هتعرفي توفرها لنفسك وجوزك واولادك وبيتك، فبقت وديتها على نفسك شويه. نعم صحيح. اعصابك مش هتستحمل، احنا الستات واحنا خايفين ضعيفه عليها. مش هتستحملي والله، مش كلكم يعني. لا يا لهوي، كلنا مفيش نفس بعد شويه، ما تلاقيش اعصاب، فبدل بقى ما تبقي محتاجه تخشي بقى في دوامه علاج نفسي وكده. لا، هو دائما المراه ما شاء الله اقوى من الرجل، يعني من كتر بقى ما بتشيل خلاص، من كتر ما بتشيل الهم خلاص هوني على نفسك. يعني ممكن تنزل تشتغل وتيجي تربي الاولاد وتغسل وتطبخ وتعمل، ما شاء الله ربنا مديها الصحه يعني. ما شاء الله، ربنا يقوي كل الستات يا رب. ماشي يا شيخ احمد، انا بشكرك جدا في نهايه الفقره، ربنا يكرمك. ومشاهدينا خليكم معانا بعد الفاصل. وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة إكرام، وضيفنا دكتور محمود هيكل الداعية الإسلامي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، إزي حضرتك؟ الحمد لله. عايزين النهاردة نتكلم إزاي الواحد ربنا ممكن يوفقه في دنيته وفي آخرته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، التوفيق من ربنا يا أستاذ الدعاء رزق، رزق يسوقه الله تبارك وتعالى إلى من شاء من عباده. والتوفيق معناه ألا يكلك الله إلى نفسك. يعني لو ربنا سبحانه وتعالى وكل الإنسان لأمره ولنفسه، وأن هو يعتمد على نفسه ويظن أن هو يعني قادر على أن هو يمشي أمور حياته وتفاصيل حياته، ده عدم توفيق للأسف. إنما التوفيق أن أجد الله تبارك وتعالى حينما أريده. يعني لما الإنسان يكون مع ربنا في العبادات، الإنسان يلاقي ربنا سبحانه وتعالى عند الأزمات. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يعلم الصحابة هذه العبادة، بل بالعكس الرزق ده إجابة سؤال لأسئلة ناس كتيرة جدا. في ناس كتيرة جدا بعد مثلا موسم رمضان أو بعد عمل صالح بيعمله، يجي يقول أنا إزاي أعرف ربنا تقبل مني ولا لأ؟ إزاي أعرف هل أخذت أجر العمل ده ولا لأ؟ هل في إشارة معينة؟ هل في دلالة معينة تدلل على إن أنا ماشي صح؟ اللي أنا بعمله ده هو الصح؟ حياتي مظبوطة؟ الإنسان عايز إجابة مطمئنة عشان خاطر يكمل، لأن ده بيكون بمثابة الوقود اللي بيشتغل بيه بعد كده في حياته. الإجابة دي عبارة عن إن لو لقيت ربنا سبحانه وتعالى بيوفقك لكل خير،
بيوفقك لكل عبادة، بيوفقك ان انت تخرج من طاعة لطاعة ومن عبادة لعبادة، بيوفقك ان انت تلاقي نفسك دائما حيث مراد الله سبحانه وتعالى، ان انت بتيجي عند المعصية وتقول لا وتقف مع نفسك، ولو غلطت غصب عنك ترجع النفس اللوامة تشتغل عندك وترجع تعمل عمل صالح، لأن الحسنات يذهبن السيئات. يبقى الإنسان كده لما يلاقي نفسه عايش العيشة دي يطمن على نفسه ويعرف إن ده هو ده التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. ممكن الإنسان يضيع عمره ويضيع حياته في ملهيات وفتن وحاجات كتيرة جدا، بس لما يكون فعلا إنسان صادق وعبد خايف من ربنا وعارف إنه هيقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، هيجي في وقت من الأوقات وفي زمن معين أو في موقف معين ويكون الوقفة، وده من التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى علم منه أن فيه الخير، فعشان يسيبه ويمهله ويهمله لنفسه يبقى كده ربنا تخلى عنه، ونعوذ بالله أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يكلنا إلى أنفسنا. إنما لما يجي في وقت معين يقول لا كفاية بقى، أنا ضيعت عمري، كفاية أن أنا لهيت في الدنيا كتير، أنا عايز أرجع تاني لطريق ربنا، أنا مش مستشعر حلاوة الإيمان ولا طعم الراحة في الحياة المترفة اللي أنا فيها، اللي أنا بعيد فيها عن العبادة. لأن في ناس كتير بتظن أن مع كثرة النعم والرزق حواليها وهي بعيد عن ربنا إن ده علامة من علامات رضا ربنا عليه. أبدا، إذا رأيت نعم الله عليك تترى وأنت مقيم على معصيته فاحذره، فإنه استدراج، ده استدراج من ربنا. أيوه. ده مش حاجة كويسة للإنسان. هو كده أنا كده تمام، ما عنديش ابتلاء ولا. ربنا يقول في القرآن أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. بالعكس، ده ممكن يكون ده استدراج من ربنا للإنسان عشان يفضل ملهي في الدنيا، لأن هو بعد بمزاجه وبعقله وهو اللي اختار لنفسه. وربنا ميزنا بالعقل، ولقد كرمنا بني آدم، فلما ربنا أعطاني العقل يبقى أنا لابد أن أنا أحسبها صح، إن أنا خلقت في هذه الدنيا لأجل العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الرجل اللي قتل 99 نفس يا أستاذة دعاء كان عايز يتوب في الآخر، فراح لواحد عابد قال له قتلت 99 نفس هل لي من توبة؟ قال له لا، ده أنت عملت كبائر، القتل كبيرة من الكبائر وملكش توبة، فقتله أتم به المئة. هل يئس؟ هل قنط من رحمة الله؟ هل رجع تاني وقال خلاص بقى يعني أنا عملت اللي عليا؟ لا، ذهب إلى عالم قال له قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قال له ومن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. غير البيئة وغير الناس اللي انت عايش معاهم، غير الصحبة السيئة اللي انت عايش في وسطيهم، ربنا حيوفقك للطاعة. مشي في الطريق مات. فلما اختلفت عليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب أرسل الله إليهم ملكا حكما فقال قيسوا ما بينه وبين الأرض التي كان سيذهب ويعبد الله فيها وما بينه وبين الأرض التي كان يعصي الله فيها. فربنا أوحى إلى هذه أن تقاربي وإلى هذه أن تباعدي. الأرض ربنا بيضرب لنا المثل وعمل يعني القصة دي كلها عشان إحنا لنا في هذه القصص اللي بتذكر في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم العبرة والمثل. طبعا. نتعظ. واحد كان بعيد إنه بالنية يعني، طبعا حد كان بعيد عن ربنا وفجأة ربنا هداه ووفقه. شفت التوفيق بقى؟ هو ده التوفيق. إن الإنسان يدور على حسن خاتمة. الإمام ابن كثير بيقول لقد أجر الله الكريم عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث يوم القيامة عليه. التوفيق إن ربنا يستعملني دايما. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول للصحابة إذا أحب الله عبدا استعمله. قالوا كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. فواحد زي ده لحق نفسه قبل فوات الأوان ومات على توبة ربنا قبله في رحمته. كذلك الغلام اليهودي اللي كان بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحتضر، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسلم، فنظر الغلام لأبيه هو يهودي قال له أطع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله ومات على ذلك. ربنا اللي وفقه لهذه النهاية. نشوف بقى كده مع مشاهدينا أول تقرير خير في حلقتنا النهاردة ومؤسسة إكرام ونرجع نعلق عليه.
واغلبهم بيبقوا عايزين وصله ميه، لكن بنبص وبنلاقي ان البيت محتاج حاجات كتير غير وصله الميه، واهمها موضوع سقف البيت، خصوصا احنا طبعا داخلين على فصل الشتاء والمطر والبرد. طبعا دي من ضمن الحاجات اللي احنا مامورين بيها يا استاذ دعاء، لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. وافضل نعمه الانسان ممكن يتنعم بها في الحياه نعمه الستر. الستر ان ربنا يسترنا في الذنوب والمعاصي. الستر ان ربنا يسترنا ويخلينا نمر بالازمات الماديه وتعدي علينا خير، ويبقى عندنا الكفاف والعفاف واللي نقدر نقنع بيه ونحمد ربنا عليه. الستر اللي نقدر نقول ان ربنا سبحانه وتعالى لما ينعم علينا بنعمه الظل في حر الشمس، او بنعمه الظل او الايواء في موسم زي موسم الشتاء لما يكون الشتاء قارس او امطار غزيره، الناس اللي زي دي فعلا بتبقى ليها مطالب كتيره جدا. احنا من ضمن النعم اللي احنا هنسال عنها يوم القيامه نعمه الظل. كل واحد فينا الحمد لله رب العالمين عنده ما يقويه، عنده السكن، عنده شقه، عنده الفيلا، عنده البيت اللي على يعني مستوى عالي، عنده اللي كذا دور، عنده خير كبير، لكن غيرنا ما عندهوش. غيرنا للاسف الشديد بيفتقر ان يكون عنده سقف يحميه ويعني يبعد عنه حر الشمس، او ان هو يجي في الشتاء يلاقي الحاجه اللي تستره ما تنقطش عليه وما تنزلش عليه ميه. لما بنزور القرى الفقيره يا استاذه دعاء الحال يرثى له. لما بنشوف بيت محتاج إعادة تأهيل من الأول وجديد، بيت من البداية محتاج إعادة بناء، بيت محتاج يعني أضعف الإيمان إلى سقف، الناس والله بتقعد في يعني تحت السماء مباشرة منها ربنا زي ما بيقولوا كده، بيبقوا شايفين السماء وهم جوه بيوتهم، وممكن لما يكونوا عايزين بقى يبقوا فعلا يطمنوا في حياتهم بيعملوا تعريشة لأوضة عشان يناموا فيها بس، والباقي بقيه البيت مفتوح عادي مفيش مشكله، حتى لو نزل فيه المطر مش مشكله، هنقوم الصبح وننظف ونزيح شويه الميه ونبعد التراب، او لو نزل حشرات ولا حاجات عقارب وحيات عادي الناس عايشه وبتتعامل. وشفت بعيني الكلام ده، شفت بعيني الناس اللي بتقول احنا تعودنا على كده، لدرجه ان في قريه من قرى الصعيد الست اقسم بالله بتقول لي والله العظيم نظرا لان احنا مش عارفين نسقف البيت الديابه بتاعت الجبل بتيجي بتنط علينا، متخيله؟ ولكن احنا تكيفنا. وواحده تانية بتقول انا ابني ذئب اكله بسبب ان هو قفز من سطح البيت وما كانش فيه حاجه تقفل علينا. احنا الكلام ده بنقوله كلام عابر، لكن انا بقول للساده المشاهدين والله لو رحت وشفت الوضع مأساة كبيره، يبقى ده حافز او دي اصبح حجة علينا ان انا لما يكون في حد مسلم عايش وبالظروف دي وبالقسوة دي، خصوصا لما تكون ارملة وبتربي اطفال او بتربي يتامى، الارملة ما بيدها حيلة هتعمل ايه؟ اطفالها صغيرين وطبعا ما بيبقاش عندها فكرة ان انا هتجوز بعد موتي موت زوجي او ان انا اعيش حياتي او اسيبهم لاهل جوزي او الكلام ده، بالعكس الناس دولت بيبقوا عارفين يعني ايه حياة وعارفين ان عليهم مسؤوليات، فكل اللي بيطلبوه ان احنا عايزين حاجة تسترنا. فسقف زي ده الواحد يقدر يساهم فيه باي حاجة، احنا بنحاول نسقف البيوت دي بالخشب وبنحاول ان احنا نبعد عنهم اي شيء يؤذيهم، وان كان هم محتاجين بيت كامل بصراحة. سعر بقى السقف 5000 صح؟ 5000 جنيه نقدر ان احنا نعمل بيه سقف للبيت، لان البيوت متواضعة. البيوت اللي هناك يعني مش هنقول على مساحات شاسعة ولا ان هي مرفهة قوي، ده بالعكس ده بتبقى عبارة عن صالة وأوضة وممكن مكان ممكن يبقى فيه الحمام بس، ده البيت، او ممكن يزيد عن كده شوية لما يبقى فيه أوضة كده للطيور يربوا فيها حاجة يبقوا يعني ضمان لبكرة، لكن ان يبقى بيت ما فيهوش سقف واحنا رحنا وصورنا وبقيت اقف كده في مكان وابص حواليا. انا جاي اتكلم عن وصلة مية، انا محتاج اتكلم عن حاجات كتير صح. للاسف الشديد الناس هناك في احتياج ان للايواء، محتاجه ان هي يعني مش معاها اللي هي تقدر تعمل بيه، فبنقول 5000 جنيه مش معضله على اي مسلم ولا مسلم. 5000 جنيه علشان السقف، وبرده نقول ان وسط الميه مع مؤسسه اكرام بالعداد ب 3000 جنيه مزبوط. لان البيوت دي كلها محتاجه وصله ميه ومحتاجه سقف. مظبوط مظبوط، ده الاساسيات يعني، دي حاجات يعني بديهيه. بالظبط. طيب نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا مشاهدين.
رجعنا لكم مشاهدينا مرة تانية ومكملين كلامنا، وعايزين نتكلم في موضوع مهم نكمل فيه الكلام، اللي هو الستر. ستر الناس، يعني الواحد ما يعيش لنفسه، لا يفكر في اللي حواليه، واحنا دايما بنطلب من ربنا الستر. طبعا. طيب انا عايزه الستر، يبقى لازم احاول ان انا اساعد ان انا اديه عشان استحق ان ربنا يديهوني. مظبوط. والله يا استاذ دعاء، فعلا يعني الانسان لما يجي مثلا يدعي ربنا سبحانه وتعالى بيقول اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنه، الانسان اصلا لازم يكون فيه الصفه دي، عشان لما يطلب من ربنا العفو يبقى ربنا يعفو عنه. لازم انا كمان اكون مع الناس كده. كذلك لما اجي ادعو ربنا سبحانه وتعالى بنعمه الستر، ان ربنا يسترني في حياتي وفي كل حاجه، يبقى لابد ان انا كمان الصفه دي انا اتصف بيها، ان انا بستر المسلمين. بستر المسلمين في اعراضهم، وبستر المسلمين في حياتهم، وبستر الفقراء والمساكين في بيوتهم، زي ما احنا كده بنقول في المؤسسه عايزين نعمل للناس دي الحياه اللي يبقوا فيها خصوصيه شويه. بنروح هناك نلاقي البيوت داخله في بعض، الابواب مفتوحه في بعض، البيوت اصبحت مجروحه. الواحد فينا لو قاعد في شقه وبلكونه فاتحه على جاره بيبقى قاعد متضايق، او الشباك فاتح على الجار بيبقى متضايق، فما بالك بقى بيت من غير سقف. اصلا حياه يعني ما فيهاش الخصوصية. فأنا بقول دايما يا ريت كل مسلم ومسلمة بدل المنفعة بتاعتي تبقى منفعة خاصة وبس، المنفعة تنفعني أنا أو زوجتي أو أولادي وبس، خلي المنفعة تبقى منفعة عامة عشان أخد أجر غيري. لأن أنا لما المنفعة بتاعتي تتعدى إلى الآخرين يبقى أنا كده ربنا بيستعملني، يبقى أنا كده ربنا بيستخدمني. ولما ربنا يستخدمني ويوظفني لازم أفرح إن أنا بحاول أسد احتياجات الناس، بحاول أستر الناس، بحاول أدخل السرور على الناس، ساعتها أعرف إن أنا ليا وظيفة، أعرف كده إن ربنا راضي عني. ولو أنفقت الأموال فضلا عن إن أنا بروح وبسعى وبتعب، يبقى ده اسمه جهاد بالنفس، كمان جهاد بالمال، يبقى ربنا سبحانه وتعالى العوض بتاعه هيكون أكبر وأشمل. وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ما نقص مال من صدق، أنا لو طلعت الخمس تلاف جنيه اللي هعمل بيهم سقف البيت فقير أو محتاج أو أرملة بتجري على أيتام الله، والله الخمس تلاف جنيه دول هيتردوا يعني عشرات الأضعاف من غير حساب. يعني نتاجر مع ربنا، اعتبر إن حضرتك داخل في مشروع تجاري وبتحط فيهم الخمس تلاف جنيه، وشوف المردود هيكون عامل إزاي. أولا ربنا هيبارك في المال اللي فاضل معاه، وموضوع البركة ده موضوع مهم جدا لازم ناخد بالنا منه. لأن يعني إيه البركة؟ البركة معناها ثبوت الخير الإلهي في الأشياء. أبص ألاقي الفلوس اللي باقية معايا ربنا مبارك فيها مش بتخلص بسرعة، أبص ألاقي إن ربنا مبارك لي في زوجتي وفي أولادي وفي الحمد لله راحة نفسية في البيت، أبص ألاقي ربنا مبارك لي في صحتي وفي عافيتي، وربنا مبارك لي في عبادتي. ده احنا كله مفتقدين اليه طبعاً في زمن. طبعا هي البركه دي اهم حاجه، وهي دي اللي الناس مفتقداها في بيوتها وفي حياتها وفي فلوسها وكل حاجه. طبعا احنا محتاجين الامر ده، لان محق البركه بقى منتشر كتير قوي. ولا سيما ان في بعض الاقوال في الاسرائيليات بيقولوا ان في اخر الزمان تمحق البركه من الاشياء. محق البركه من الاشياء ده نذير شؤم على الانسان، ان انا اجي اتعامل اخد راتب والاقيه كبير وكويس، ابص الاقيه بيطير وبيضيع بسرعه، ابص الاقي محتاج ان انا عايز اكتر من اللي جالي، طب راحت فين؟ الفلوس بتطير زي على مصطلح الناس بيقولوا كده، الفلوس بتطير. راحت فين؟ دي البركه. ليه؟ لان احنا لازم لما يكون لربنا سبحانه وتعالى حق في هذه الاموال يبقى لازم نطلعه في المصرف الشرعي بتاعه. اللي فاضل ده ربنا هيبارك فيه، وهو ده الباقي. لما أهديت شاه للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان من النوع الزاهد في الحياة صلى الله عليه وسلم، كان بيقعد بالشهور لا يوقد في بيته النار، ما فيش طبيخ. سيدنا عمر دخل في يوم من الأيام وجده جالسا على حصير وبجواره حفنة شعير، ده اللي كل اللي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فبكى عمر فبيقول له ما يبكيك يا عمر؟ قال يا رسول الله كسرى وقيصر يجلسون على الحرير ويتنعمون بالذهب والفضة، وأنت رسول الله تعيش هكذا؟ فقال له يا عمر ألا يسرك أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ فالموضوع موضوع زهد وستر في الحياة. إن كنا عايزين ربنا يبارك لنا في حياتنا نحاول نستر الناس، ونحاول إن المنفعة بتاعتنا تمتد إلى الآخرين، نلاقي المردود من ربنا في الدنيا وإن شاء الله في الآخرة إن شاء الله.
طيب نشوف كمان تقرير خير في حلقتنا النهارده واسقف البيوت ومؤسسة اكرم. الناس هنا زي ما حضراتكم شفتم وتابعتم معانا وسمعتم، لما بنسألهم ازاي وصلوا لمؤسسة اكرام وازاي وصلوا ان هم يقدروا يتواصلوا معانا، قالوا ان احنا عرفناكم وسمعنا عنكم بسبب الخير اللي اتعمل من المؤسسة دي في قرى حوالينا كتير. المره اللي فاتت كنا رايحين نعمل عدد من البيوت، والنهارده عدد اضافي. حضراتكم اهل الخير اللي دعمتونا وساعدتونا وقلتوا لنا مش عاوزين بيتي يبقى مفيهوش سقف. محدش يتخيل اصلا ان بيتي يفضل من غير سقف والمطر بينزل عليه. ليه بنعمل البيت بسقف خشب؟ ما احنا كتير بيقول لنا ليه ما نعملش سقف مسلح وسقف بالحديد وسقف يعيش عمر طويل. طب لما يبقى عندي بيت متواضع، حيطانه ضعيفه، مبنيه بالطوب الابيض او بالطوب الني، السقف المسلح ما يركبش عليها. لو عملنا عليها سقف مسلح هياخد البيت وينزل. فبيبقى الحل عندنا سقف خشب بالطريقه دي. احنا جينا هنا عشان ناخد بايد الناس ونقدم لهم حاجه طيبه، الناس اللي بتتبرع والناس اللي محتاجه. هنا جايين عشان نعمل بيننا وبين النار حجاب. هنا النهارده جينا عشان نقف ونقول للناس تعالوا هنا وساعدوا الناس واجعلوا بينكم وبين النار حجاب. اللي لازم حضرتك تعرفه كويس وتتأكد منه ان اللي الناس عرفته هنا وسمعت عنه مش مؤسسة اكرام. اللي الناس عرفته هنا وسمعت عنه هو حضرتك وحضرتك، هو الخير اللي حضراتكم كنتوا سبب فيه، اللي ربنا بعد فضله سبحانه وتعالى جعلكم سبب في رسم ابتسامة على وشوش الناس اللي بتساعدوها من خلال مؤسسة اكرام. المؤسسة دي بحضرتك وبحضرتك، المؤسسة مجرد وسيط خير بينك وبين المستحق او المحتاج، او زي ما اتفقنا مع بعض وبنقول على طول الاشد احتياجا لصدقة والتبرع حضرتك. احنا شفنا طبعا التقرير، ودي مرحلة الخشب مرحلة من مراحل السقف. طبعا هو طبعا يمكن التقرير بيبين احنا ليه بنقسف بالخشب. طبعا زي ما حضرتك شفت في التقرير البيوت متواضعة جدا، متواضعة للغاية. الناس مش معاها ان هي تبني بالطوب الاحمر او بالطوب القوي او ان هي تبني بيوت مسلح تتحمل. ولا كده لا، ما تتحملش البيوت دي للاسف الشديد. فاحنا بنقول افضل حاجه ممكنه نقدر نعملها ان احنا نسقفها بالخشب. طب ما ممكن الخشب يسرب ميه، وممكن الخشب يدخل حشرات. طب فبنيجي بنعمل برضو فوق الخشب طبقه عازله بحيث ان ميه المطر لما تيجي ما يبقاش فيه اي تسريب. يعني بنحاول من باب اذا عمل احدكم عملا يعني حاول يتقي الله فيه ويحاول ان هو يخلص فيه. فالانسان لما يروح بنفسه يشوف حاله الناس وبيوت الناس هو نفسه يعني هيصعب عليه احوال الناس دي. الناس اللي هناك والله محتاجه حاجات كتيره جدا يا استاذ الدعاء. فنعمه الستر ان انا استر الناس من حر الشمس، خصوصا ان بقى الصيف عندنا صيف حر شديد جدا جدا والشمس قويه جدا، وبقى الشتاء بقى شتاء قارس بمعنى الكلمه. ولما بيبقى في امطار دلوقتي بتبقى امطار خصوصا بقى في الصعيد بتبقى بسيول واحيانا بتهدم بيوت. طب احنا عايزين نستر الناس دي نعمل ايه؟ نحاول على الاقل خالص لما نلاقي ان مطلب الناس سقف بيت يسترهم يبقى امر سهل وبسيط. 5000 جنيه مش حاجه، مش قصه. انا يذكرني موقف ام من الامهات وكانت عايشه بتربي ابن لها وكان يتيم وعايشين لوحدهم، وللاسف كانوا قاعدين في اوضه والله يا استاذه دعاء. والمهم الاوضه دي ما كانش ليها اي سقف. في يوم من الايام هي بتربي ابنها على الكفاف، بتربيه على ان احمد ربنا ان احنا عندنا 4 جدران سترنا عن الناس وباب بيتقفل علينا. جه في يوم من الايام امطرت السماء والمطر كان شديد. الام شايفه المطر نازل على دماغ ابنها، هتعمل ايه؟ قلعت الباب، خلعت الباب الخشب وميلته على الحيطه وقعدوا تحت الباب. الولد بقى يقول لامه اللي تربى على نعمه الستر والكفاف، قال لها الحمد لله ان احنا عندنا باب نقدر نستخبى تحته، في ناس تانية ما عندهاش باب يقدروا ان هم يستخبوا تحتيه بميه المطر.
ده يعني ما ترباش على التذمر ولا اني جيت البيت انتوا عاملين اكل ايه النهارده انا مش واكل هاتولي اكل من بره. يا جماعه احنا لازم نعيش الزهد، لازم ان احنا نربي اولادنا ان غيرنا عندهم اطفال. شفت ابتسامه الاولاد وفرحه الاولاد مع شده بساطه حياتهم نلاقي ان الاولاد دي عندهم شيء من القناعه، اهاليهم هم اللي ربهم عليه. فعشان كده بنقول والله الناس دي مستحقة بالفعل. لما بنعمل دراسة جدوى أو بحث حالة بنلاقي إن الناس دي أفقر مما نتخيل، وفي متبرعين راحوا بنفسهم يشوفوا الوضع هناك بعد ما كان نفسه يعمل سقف ب5000 جنيه بدأ يجيب لبس للأولاد ودواء للبيوت وبيحاول إن هو يعمل أكتر من سقف ووصلات مية. بيقول من كتر ما شفت احتياج الناس هناك ومن كتر ما خد من وراهم دعوات هو فرح بيها، ناس ما يعرفهمش بتدعي له وربنا هيتقبل منه إن شاء الله وحيستره هو كمان في الدنيا وإن شاء الله يستره في الآخرة. فياريت الناس كلها تتعاون في هذا الأمر. إحنا محتاجين إن إحنا ننظر إلى أحوال الناس ونحاول نحمد ربنا على أحوالنا، نحاول نسد احتياجات الناس عشان لما نيجي نقول يا رب نلاقي ربنا واقف جنبنا. يا رب كلنا محتاجين ربنا سبحانه وتعالى. نشوف كمان تقرير خير ومؤسسة إكرم. النهاردة أنا جاي أشكركم وأقول لكم البشرة والفرحة اللي بسبب حضراتكم ودعمكم لينا قدرنا نوصلها. من فترة قريبة طلعت وقلت إحنا بنستعد للشتاء وعاوزين نستعد زي ما بنستعد في بيوتنا، نستعد في بيوت إخواتنا كلهم ونعمل لهم أسقف في البيوت وفي حمل الدفع ونوصل لهم بطاطين ونساعدهم في دخلة الشتاء. النهاردة جاي أقول لحضراتكم الحمد لله بدأنا مع بعض المشوار، أماناتكم بدأت توصل للناس لحد بيوتهم تسترهم وتغطيهم وكمان تدفيهم وتسقف لهم بيوت بتاعتهم. أنا الشعور اللي هو السقف دلوقتي بيتعمل على الأقل المطرة لما تيجي مش هتبهدل عيالنا. تفتحوا لنا ابواب خير تانية كتيره، مش بس في الفيوم، ده احنا بدانا نبقى في الفيوم وفي سوهاج وفي مطروح وفي اسيوط وفي المنيا وكمان في اسوان. كل دي محافظات احنا بدانا نعمل فيها اسقف بيوت، اما اسقف خشب او اسقف مسلح، وبدعم حضراتكم دايما بنكمل ودايما ماشيين في طريق الخير. احنا لحد الليله دي والله كنا عاتلين الهم وخايفين لحسن المطر ينزل علينا، لان فعلا الجو قاعد يعمل رعد وبرق واحنا والله فعلا كنا خايفين. من فتره اللي انا نفسي السقف ده يتعمل وبارك الله فيكم. شكرا ليكم، ده اول خطوه في المشوار، مكملين معاكم طول فصل الشتاء بنستر الناس وبنغطيهم وبندفيهم بتبرعاتكم معانا. تبرعك دايما يبقى صدقه ودفع. اقول لهم ربنا يجازيكم خير ويجعل في ميزان حسناتكم ويزيدكم من نعم الله. انا بشكر مؤسسه اكرام وكل مؤسسه تدور على اللي محتاج ويعمل خير. شفنا طبعا التقرير وازاي ان الناس فعلا محتاجه موضوع السقف ده حاجه اساسيه، حاجه طبعا حتميه فعلا. والله بص يا استاذ دعاء في المنظر اللي الواحد شافه الناس بتدور على اي حاجه تحطها فوق. يعني في قش كتير واي زرع بيلاقوه اي حاجه بيعملوها بيحطوها للستر. للاسف الشديد الحاجات اللي احنا رحنا عشان في مرحله الانشاء والعمل السقف زي كده بقينا نسمع من الناس قصص غريبة. يقولوا احنا في حر الصيف احيانا بتتعمل حرائق كبيرة جدا، الحريقة دي بتتسبب ان اكتر من بيت بيتأذي بسبب القش الكتير اللي بيتحط. طب ليه نضطر الناس ان هم يعملوا كده لو احنا عملنا لهم حاجة شبه ادمية، حاجة معقولة، حاجة بسيطة، سقف خشب ونعزله بعد كده عشان خاطر ما يتسرب لهمش لا ميه في الشتاء ولا يدخل الشمس ولا تدخل والحشرات ولا التعابين والعقارب، لان دي مناطق مؤهله لكده لانها في وسط زراعات. الحاجات دي تخلينا وتستدعينا ان احنا نسارع بالامر ونحاول نبادر ان احنا خلاص احنا داخلين على فصل الشتاء، والشتاء بيجي مهيب شويه وبيبقى فيه شيء من القوه خصوصا على قرى الصعيد والأماكن دي. فبنقول الناس مش هتفرح بصدقاتنا ولا تبرعاتنا إلا لما يلاقوا إن الحاجة دي فعلا بعدت عنهم
أذى الأمطار الشديدة وأذى حر الشمس، والأمر مش مكلف 5000 جنيه، أعتقد في مردود كل واحد يقدر أنه هو يعمله، بل ويعمل أكتر من بيت. تخيلوا لما يعمل أكتر من بيت كم عدد الأفراد اللي هتدعي له، وكم ملك هيدعي ويقول بإذن الله ولك بمثله. أعتقد الخير هيكون في الدنيا والآخرة إن شاء الله. بشكر حضرتك جدا في نهاية الحلقة، وبشكركم مشاهدينا، ونسيبكم آخر تقرير خير في